بسم الله الرحمن الرحيم، أحول الكتابتين التاليتين إلى كتابة ضربية. لاحظوا 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، هذه كتابة جمعية. انظروا لدينا تكرار، تكرار لثلاثة، ثلاثة تكررت كم من مرة؟ 1 2 3 4، 4 مرات. إذن هذه الكتابة الجمعية أصبحت كتابة ضربية. والضرب تبادلي، يمكن أن نكتب العكس 4 في 3. انظروا 6 لدينا التكرار، كتابة جمعية، 6 تكررت كم من مرة؟ 1 2 3 4 5 6 7، ونكتب 6 في 7، يعني 6 7 مرات، أو العكس نكتب 7 في 6. ضرب تبادلي. أحول الكتابتين التاليتين إلى كتابة جمعية، هذه كتابة ضربية. 5 في 4 يعني 5 4 مرات، 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5، أو 4 5 مرات، 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4. 7 في 3 يعني 7 3 مرات. أساعد ماجدا في الإجابة على العمليات التالية. 5 في 2 يعني 5 زائد 5، 10. 10 في 4 يعني 10 4 مرات، 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10، 40. 10 في 2 يعني 10 مرتين، 20. 5 في 3 يعني 5 3 مرات، 5 زائد 5 زائد 5 15. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.